طيب، أهلا وسهلا بكم، صباح الخير. شكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة. خلينا أولا نعرف وش هو هذا الفيروس الجديد دكتورة. نعم، جدري القرود هو مرض يعني حيواني المنشأ. طبعا بدأ بالتفشي منذ بداية شهر ماي في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. نحن طبعا في بداية هذا الانتشار حاليا، والبحوث جارية. منشأ الفيروس معروف منذ عشرات السنوات، وهو من عائلة الجدري البشري أو ما يعرف بالسمول بوكس. طبعا هذا الجدري كان قد فتك بحياة الكثيرين في القدم، وتم القضاء عليه عن طريق التلقيح قبل حوالي 40 سنة. تم اكتشاف فيروس جدري القرود في نهاية الخمسينات، ويعتقد أن مصدره هو القردة والثدييات، يعني مثل قوارض. أول حالة أصابت الإنسان كانت في السبعينات، وطبعا حدثت في وسط إفريقيا، تحديدا في الكونغو. وهناك سلالتان معروفتان من هذا الفيروس، هذه السلالتان متباينتان في الخطورة. فسلالة الكونغو طبعا قد تصل نسبة الوفيات فيها إلى 10%، وسلالة غرب إفريقيا لا تتجاوز نسبة الوفيات فيها 1%. هذا الفيروس طبعا هو معروف لدينا، ليس مشي كما فيروس كوفيد 19، فنحن نعرفه منذ القدم، ويختلف عن فيروس كورونا من ناحية أنه فيروس دي إن إيه وليس فيروس آر إن إيه. نعم جميل. طيب دكتورة، لماذا ظهر هذا الفيروس من جديد مؤخرا؟ وشو هو السبب اللي خلاه يعاود يظهر وينتشر بهذه الطريقة، ربما جغرافيا في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا، في أمريكا؟ نعم، هذا هو السؤال الذي يقلق العلماء ويقلق الباحثين حاليا، اللي هو لماذا ظهر ولماذا هو ينتشر في هذه الأماكن. وقلنا عادة كان منشأه في إفريقيا، وعادة كنا نشوفه ليزيبيديمي في منطقة إفريقيا، يعني ما هوش مؤلف في خارج إفريقيا. لكن طبعا البحوث جارية في هذا الصدد، ونحن كجزء من العالم يجب أن نتابع هذه التطورات أولا بأول، في يعني لإقامة الوقاية اللازمة واستراتيجيات معينة. نعم جميل جدا. طيب هل في مخاوف من أن يصل إلى الجزائر؟ طبعا نحن جزء من العالم، يعني الجزائر هي جزء من العالم، والعالم أصبح الآن كقرية صغيرة، فالمخاوف موجودة، وعلينا طبعا استعمال كل وسائل الوقاية. طيب دكتورة، خلينا نسأل الآن بخصوص الأعراض الخاصة بهذا الفيروس. هل الأعراض تكون ربما خطيرة وتصل إلى حد القتل؟ كيف نتعامل مع المصاب لما نكتشف هذه الأعراض؟ ننقله للمستشفى، نعزله في البيت، فيه ربما علاجات لحظية يمكن أن نتعامل معه من خلالها؟ نواصل مع النقاش مع الدكتورة. دكتورة مجددا أريد أن أسأل عن الأعراض. نعم، الأعراض المرض تتمثل في طبعا مرحلتين رئيسيتين. لدينا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الغزو، هذه المرحلة تتمثل في ظهور حمى وصداع وآلام في العضلات، مع انتفاخ أيضا في الغدد اللمفاوية. ومن ثم طبعا تبدأ المرحلة الثانية من المرض، اللي هي مرحلة ظهور الطفح الجلدي. الطفح الجلدي عادة يبدأ في منطقة الوجه، ومن ثم ينتشر في اليدين والقدمين، ويظهر على شكل طفح جلدي واحمرار في الجلد، وظهور الحويصلات أو ديكلوك تحتوي على سوائل. ونعلم أنه هذا الطفح يأتي عادة من يوم إلى 5 أيام بعد الحمى، والمرض طبعا يستمر عادة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وغالبا ما تشفى الحالات. طيب دكتورة، بالنسبة لتأثير هذا الفيروس، كورونا كان يؤثر على كبار السن بالتحديد وأصحاب الأمراض المزمنة، ماذا عن جدري القرود؟ هل فيه فئة ربما يستهدفها مباشرة ويكون تأثيرها عليه كبيرا؟
نعم، طبعا هو يعني جدري القرود يعتبر أقل خطورة من الجدري البشري الذي طبعا جانا في قبل 40 سنة وتم القضاء عليه عن طريق التلقيح. هو طبعا هو خطير يعني عند الأشخاص اللي عندهم نقص في المناعة والأشخاص الكبار في السن والأطفال أيضا، ممكن أن يعني يشكل عندهم خطورة أكثر من باقي الأفراد المجتمع. هو عادة نسبة الوفيات منه قلنا تتراوح ما بين 1% إلى نعم 10%، وهو يعني فيروس يختلف عن فيروس كورونا طيب وعن فيروس الإنفلونزا نعم بالنسبة للأفراد التي تحدث، فهو فيروس دي ان اي وليس فيروس ار ان اي، وبالتالي لا تعرف هذه الفيروسات فيروسات الجدري عادة طفرات كثيرة، فهي عادة قليلة الطفرات نعم في هذه طيب الفيروسات، هي مستقرة نوعا ما ولكن دكتورة، بعض نعم الطفرات موجودة. نعم دكتورة، كسؤال أخير، نتحدث حدثينا عن العلاجات المتوفرة واللقاحات، هل اللقاحات اللي كانت في الماضي لازالت صالحة لحد اليوم؟ نعم، هو طبعا الفيروس هو ليس له علاج، جدري القرود ليس له علاج، لكن يعني من الواضح حسب طبعا الدراسات الأخيرة أن اللقاح ضد الجدري الذي كنا نستعمله الجدري البشري ممكن أن يكون فعال بنسبة كبيرة، قد تصل إلى 85% بالنسبة لفيروس جدري القرود، وبالتالي طبعا ممكن أن يتم اللجوء هذا اللقاح اللي هو اللقاح الجدري البشري. نعم بالنسبة لطريقة انتقال العدوى، طبعا من المهم أنه نحضر عليها لتوعية المواطنين. هو طبعا هذا المرض هو حيواني الانتقال وينتقل إلى الإنسان بسبب اقترابه من الحيوانات، ولكن طبعا هناك انتقال أيضا من إنسان إلى آخر، وهو انتقال ثانوي، فيكون طبعا عبر المخالطة المباشرة لسوائل الشخص أو جسم الشخص المصاب أو عبر إفرازاته التنفسية إذا كانت المخالطة طبعا مباشرة ويعني قريبة. لوحظ أن هناك أيضا عدد من وسائل الانتقال التي كانت عبر العلاقات الجنسية أو عبر تناول اللحوم الحيوانات المريضة. المختصون طبعا هم بصدد إجراء البحوث اللازمة والتحليل للمعطيات الموجودة حتى يتواصلوا إلى يعني يقدروا يعرفوا الوسائل الانتقال يعني التي هي موجودة حاليا. شكرا جزيلا دكتورة على هذه المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس، إن شاء الله لا يصل إلى الجزائر، وإذا وصل نتمنى أن يكون تأثيره محدودا. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا مشاهدي الكرام، نقاشنا حول هذا الفيروس لازال متواصل.